مساء الجمال، مساء الحب على كل مشاهدين الصحة والجمال. أهلا بيكم في حلقتنا الأولى من برنامج فضفضة، برنامجكم الأسبوعي اللي ممكن تتابعوه كل يوم خميس الساعة 12 في نفس الميعاد، وممكن كمان تتابعونا عن طريق صفحة البرنامج. الحقيقة النهاردة بما أنها أول حلقة فحبينا أن هي تكون مميزة شوية. بحثنا كتير لقينا أن أكتر حاجة بنتكلم عنها الفترة دي التنمية المستدامة وخطة 2030، واكتر حاجه عشان نبدا التنميه التربيه والتعليم. عشان كده النهارده ضيوفنا دكتوره داليا حجازي، اهلا بيكي، خبيره العلاقات التربويه والاسريه من المؤسسه الكنديه والمؤسسه الامريكيه للتربيه الايجابيه. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا شيماء. اهلا بيكي. ودكتوره شريهان، دكتور في الاتيكيت والبروتوكول الدولي. في البدايه يا دكتوره داليا، بحب أعرف بس الناس إيه الربط بين التنمية المستدامة ومعناها وبين التعليم والتربية؟ التنمية المستدامة ده فكر عالمي بقاله فترة لتطوير العالم كله، وإحنا في مصر الحكومة المصرية بتاعنا بدأت في خطتها في إن هي تتبنى هذا التطوير ده، لأن إحنا بنطمح إن إحنا في 2030 إن شاء الله يبقى في نهضة حضارية على مستوى عالي. فالتنمية المستدامة إن أنا بعمل تنمية للموارد الموجودة عندي بحيث ان انا بحافظ على الموجود وبقلل من الاثار السلبيه اللي موجوده دي للاجيال اللي جايه. يعني انا مثلا نهر النيل ده مورد رئيسي في مصر، محتاجه اعمل فيه ايه؟ احافظ عليه وافهم الاجيال الموجوده دي ازاي يبقى عندهم ثقافه الحفاظ على الميه ونهر النيل علشان هم يستفيدوا منه ويطوروه ويحفظوا للاجيال اللي جايه وهو زي ما هو بدون ان هو ينقص او يحصل له تلوث او كده. طيب علماء بقى اللي عرفوا لنا التنمية المستدامة قالوا لنا ايه؟ قالوا لنا التنمية المستدامة دي عبارة عن ثلاث أعمدة رئيسية. ايه هم الثلاث أعمدة الرئيسية دول؟ عندنا الاجتماع اللي هو المجتمع، عندنا الاقتصاد، وعندنا البيئة. طيب ايه دخله برضو بالتعليم وايه دخله بالتربية؟ لجينا مسكنا المجتمع والاجتماع، هو ده أساسه ايه؟ أساسه الأسرة. الأسرة هي نواة المجتمع. طب الأسرة بتاعنا بتتكون من ايه؟ بتتكون من أب وأم وطفل. الطفل ده بقى هو الانسان اللي احنا عايزين نعمل له تنميه، اللي عايزين نعمل له تطوير. فمن هنا جت ان احنا بنهتم بالتعليم بتاعه وبنهتم بالتربيه بتاعته. التربيه بتاعته مين اللي بيقوم بالتربيه؟ اللي بيقوم بالتربيه دي في المقام الاول الام والاب، لان هو ده المعلم الاول بتاعه هي الام. احنا عندنا في التربيه بنقول كده، المعلم الاول للطفل هي الام في المراحل الاولى من عمره. الام محتاجين ان احنا نعمل لها ايه؟ نعمل لها هي كمان تنميه وتوعيه. والاب نفس الكلام. يدخل معانا مين بقى كمان في المنظومه؟ لو قلنا احنا عندنا اضلاع مثلث، ام واب وطفل، ومين كمان معاه؟ معلم. فمن هنا جه الاهتمام بالتعليم. طرق التعليم بقى هي دي اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي علشان نطمح ل 2030. هل طرق التعليم الموجوده حاليا ومناهج التعليم الموجوده تقدر تطلع لي انسان فعلا قادر على التطوير والتنميه؟ هو ده السؤال، وهي دي المعضله اللي خبراء التعليم في مصر بقى لهم فترة طويلة جدا مع المسؤولين بيحاولوا يحلوها. نبتدي منين؟ البيضة ولا الفرخة؟ الطفل والمنهج ولا المعلم؟ بصراحة من التجربة ومن الدراسة وجدنا ان احنا لازم نمشي البارلل، متوازين مع بعض. المنهج محتاج تطوير. المنهج اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن المعلومات اللي انا بدخلها للطفل ده. الطفل اللي هو الانسان، نرجع تاني، المعلومات دي يا ترى هتدخل ازاي؟ يبقى طرق التعليم التدريس بتاعتها محتاجة تتطور، يبقى المعلم اللي هيوصل الطرق دي محتاج هو كمان ينمي مهاراته. طيب هل طرق التعليم هترجع زي زمان تلقين وحفظ بس؟ لا، ده ما بيطورش إنسان. لازم يبقى فيه فهم للمعلومة، فيه معايشة للمعلومة. عشان كده في مثلا اتجاه في التعليم اسمه STEM طالع بقاله فترة، STEM، وفي بيسموه كمان في اختصار تاني STEAM. معناه ايه بقى؟ Science تكنولوجي انجينيرنج والماث، ماثيماتيك في الاخر. طب STEAM الاي دي عباره عن ايه؟ دي الارتس اند الهيومانيتيز اللي هي العلوم الانسانيه. المنظومه دي لما جم طبقوها في العالم لقوا ان الطفل فعلا بيطلع قادر ان هو يقود. يقود ازاي؟ تخيلي معايا طفل صغير في عمر السنتين، الادراك بتاعه بدا يبقى موجود. الام عندها وعي تام هي عامله ايه مع طفلها. بتعمل له حاجه اسمها ملاحظه للادراك بتاعه، ادراك الحواس الخمسه بتاعته اللي هي اساس التعلم. ما ينفعش ان انا يبقى عندي طفل وما شغلش الحواس الخمسه بتاعه في التعلم. يمكن ده هنا هنقف شويه، ان ده دور الام التربيه.
التربيه ويمكن والتعليم. اساس التربيه الاتيكيت، صح يا دكتوره شيماء؟ ايوه. وفي ناس كتير فاهمين الاتيكيت ان هو بس ان انا اكل بالشوكه والسكينه. بالظبط. فاحنا حابين نعرفهم، هنقف شويه عند التربيه وبعدين نرجع تاني للتعليم بالتفصيل. ايوه. تعريف الاتيكيت الاول. طيب، هو طبعا زي ما انت حضرتك قلتي ان الاتيكيت ناس كتير جدا ما تسمع الكلمه بيفتكروا ان هي بناكل بالشوكه والسكينه وازاي نشرب وازاي نقعد، ما يعرفوش ان هو يعني السلوكيات العامه، السلوكيات المهذبه، السلوكيات الراقيه، السلوكيات المتحضره اللي بتعامل بيها الاول مع نفسي وذاتي وكياني، وبعدين اطبقها على اللي حواليا عشان نعمل علاقه اجتماعيه مع بعض سليمه وناجحه. فهو يبقى الاتيكيت بكل بساطه، لا مش اكل واشرب بس، لا الاتيكيت بكل بساطه ايكوال سلوك. فمعناه ايه؟ معناه كده هو السلوك المهذب. تمام. فهو ده الاتيكيت بكل بساطه. تمام جدا. أيوة. ويمكن الاساس زي ما دكتوره داليا قالت الام. طبعا. الام الاول لو هي بتتبع خطوات الاتيكيت. أيوة. في التربيه، فهي في سلوكها اولا. حقيقي. ده هينعكس على الاولاد. ليه؟ ليه بقى؟ لان الاطفال في سن صغير بيكون المحاكاه مع الام طول الوقت، فهم بيبقوا عاملين زي الاسبونشا بالظبط، بيمتصوا منها كل السلوكيات اللي هي بتعملها قدامهم فبيقلدوها بالظبط. فانا حتى وانا عايز اعلمهم الاتيكيت من سن صغير بعمل كل التفاصيل الاول قدامهم، حتى لو فعلا هنتكلم لو اكل وشرب برضو طبعا اكيد ليه اتيكيت، فانا باكل قدامهم ازاي، بشرب برضو ازاي، بقعد ازاي، بتكلم حتى مع اصحابي هم بيبقوا مركزين انا بقول ايه، كل حاجه انا بعملها هتلاقيهم بتترجم في افعالهم بالظبط. تمام جدا. ايوه. يمكن نرجع للدكتوره داليا، في كابوس بيقابلنا دايما، يمكن حضرتك قلتي ان هو مثلث، بس انا اعتقد ان المثلث هو مش مثلث، هو مربع، لان في ضلع مهم جدا وليه تاثير غصب عنا، هو ليه تاثير المجتمع والشارع، ليه تاثير كبير في التربيه. اكيد دكتوره شريهان معايا طبعا. حقيقي. ليه تاثير كبير جدا على الطفل وعلى اولادنا. نقدر نخلي ولادي ازاي ما يتاثروش ده؟ يمكن السوشيال ميديا كمان هندخلها من ضمن التاثيرات الخارجيه. طبعا. واليوتيوب ازاي نعمل كنترول؟ والله انت جبتي نقطه مهمه جدا، انا بسميها تحديات العصر اللي بتواجه الطفل. البيئه اللي هو بيعيش فيها اللي هو المجتمع الخارجي، بدايه من نيرسري، الحضانه اللي بيروحها، المدرسه، النادي، اي مكان، الشارع نفسه ماشي بيه، التلفزيون، الانترنت عموما، كل دي بتاثر عليه، بقى ده المحيط الخارجي اللي بياثر على الطفل. نرجع تاني لدور التربيه في المرحله الاولانيه. احنا بنقسم مرحله المرحله العمريه للاطفال، ان احنا عندنا حاجه اسمها المرحله الذهبيه في عمر اي انسان اللي هي السبع سنين الاولى. لو انا عملت للطفل تربيه وتعليم اعداد مميز في المرحله دي، انا بعوده على عادات وسلوكيات زي ما دكتوره شريان قالت صحيحه. يعني انا بخلي انتباه الطفل ومخه شغال في ايه. الطفل الصغير اللي مامته بتقعده قدام التلفزيون او الايباد يتفرج على الكرتون وهو عنده سنتين، متخيلين هيبقى عنده ايه؟ عنده ادمان، ادمان للشاشات من عمر سنتين، ودي جريمه عالميا. المفروض الطفل ما يعرضش للشاشات دي في السنوات الاولى من عمره. فلكن احنا طبعا الامهات دلوقتي عندها شغلها، ملهيه في شغل البيت، عندها حاجات كتير، فابسط حاجه ايه؟ تدي للطفل الشاشه. بالظبط كده. بس في حاجه ان الولاد يعني هو لو راح المدرسه او راح حتى الحضانه النيرسري هو بيشوف اصحابه. طب انا اشمعنى انا وقرايبه بقى بنقننها بقى يا شيماء، بنعمل ايه بقى؟ بنقننها. المنع صعب قوي طبعا. لا احنا موضوع المنع ده مش اسلوب في التربيه، احنا بنعمل حاجه اسمها نظام الاتفاقات مع الطفل، بنعوده عليها ان هو له وقت محدد في اليوم بيتفرج فيه على الشاشات دي. بتبتدي بنص ساعه لساعه للسن الصغير. ونبقى معرفين الطفل ان الوقت ده هو بيتفرج عليه ده هل بريك مثلا بياخده او هو بيتعلم اصلا عن طريق الشاشات. لان احنا ما نقدرش نتجاهل موضوع ان التكنولوجي دلوقتي بتساعدنا، يعني هو في المدرسه بتاعته في سمارت بورد عنده مرتبطه بالانترنت. فما ينفعش اقول له لا التكنولوجي دي ما ينفعش، اصل ده بيبوظ مخك. لا، انا بفهمه ان كل حاجه لها ايجابيات وسلبيات، ان هو صغير او من هو صغير. الطفل مش هيعرف الا ما الام بتعرفه. دكتوره داليا من غير ما اقاطعك، بس هنا في تكريم لحضرتك، كان ممكن تقولي لنا الصوره دي احداثها كانت ايه؟ ده كان في مؤتمر عند الصحة النفسية، فكنا بنتكلم فيه عن أثر التربية والصحة النفسية، إزاي الصحة النفسية دي بتأثر في تربية الأطفال، والوعي اللي احنا المفروض نعمله للأمهات وللآباء علشان نوصل دلوقتي ان الطفل اكتر من هو يبقى متعلم كويس يبقى عنده صحه نفسيه متوازنه. تمام. اكيد طبعا حضراتكم دلوقتي عارفين الازمات النفسيه للناس الكبار بيعيشوها. وبدات تظهر عقد نفسيه بصراحه، دي اساسها ايه؟ اساسها مشاكل كانت بتواجه الطفل من هو صغير. احنا في ما بنيجي الصور كمان، في صوره ثانيه
ده برضو كان في مؤتمر عن تحديات الطفل او الطفل والمرأة في عيون المجتمع العربي. دي كنا مقدمين ورقة بحث فيها بعنوان تحديات الطفل في المجتمع المعاصر، وكنت بتكلم بالتحديد على قصة الأم والأب وتأثيرهم على الطفل. انتوا متخيلين ممكن الأب والأم يبقى هم أكبر تحدي بيواجهوا الطفل في حياته لو هو ما عندوش طفل أب وأم واعيين. نرجع تاني لموضوع الشاشات يا شيماء، لان دي نقطة مهمة جدا. احنا مش هنقول نظام التقنين زي ما اتفقنا، ولكن مش هنقول المنع، هنقول نظام التقنين، وان احنا نبقى معرفين الطفل ان له وقت محدد. الوقت ده هو بيتفرج على حاجة انا كأم انا عاملة كنترول عليها. عاملة كنترول ابني بيتفرج على ايه، ما ينفعش اسيبه كده بيتفرج اول ذا تايم على حاجة انا ما اعرفهاش، لان حتى الكرتون دلوقتي بيسمم افكار الاطفال. اللعب والجيمز ببجي بقى وما شابه، انتوا عارفين اثره ايه، وصل للادمان. يمكن كمان اكتر حاجه المجتمع بيأثر فيها يا دكتوره شريهان، ايوه، اللي شفناه في الاونه الاخيره التنمر. بالظبط. التنمر بالنسبه للاولاد في المدرسه والاولاد والاب والام بيواجهوا ده ازاي، ان انا اواجه ابني انه ما يتعرضش لحاجه زي كده. طيب اخليه قوي ازاي انه حتى لو تعرض لده يقدر يواجهه نفسيا. طيب بصي، هو انا كان في مقال من فتره قريبه كنت كتبت عنه عن التنمر. بصي، هو التنمر بنقسم لجزئين، في الطفل اللي هو التنمر عليا، وفي اللي هو اللي بتنمر عليه. فاحنا قدامنا اتنين لازم نتعامل معاهم. ما هو انا مش هتعامل، انا دلوقتي مثلا في اي عيب وزميلي التنمر عليا، وبرضه عايزين نعرف الناس يعني ايه التنمر. يعني مثلا انسان بيكون في حاجه معينه، مثلا اعاقه بسيطه، لون بشرته مختلفه عن زمايله، بيكون مثلا المستوى الاجتماعي مش زيهم، فبيحاولوا ان هم يتريقوا عليه. التريقه دي احنا دلوقتي بنسميها التنمر، عشان موجوده من زمان، هي مش حاجه جديده، ولكن من زمان، ولكن المصطلح اتغير. فعشان بس الناس في المشاهدين في البيوت لما يقولوا يعني ايه احنا مش عارفين ايه التنمر. ودكتور يعني الصور في صوره لحضرتك على الشاشه. هنا كنا في الرابطه العالميه لابداع العلوم الانسانيه، ده كان تكريم ليا، وده كنت خدت اللي هي شهاده الدبلوم العام في الاعلام. وانا اصلا رئيسه الاستقبال والمراسم. مبروك يا دكتور، حبيبتي الله يبارك فيكي. رئيسه لجنه الاستقبال والمراسم في الرابطه العالميه لابداع العلوم الانسانيه، فده كان اقرب تكريم ليا فعلا فيها. ايوه حبيبتي، ميرسي ليكي قوي. طيب فده كمان كان حضرتك كنت كاتبه الموضوع التنمر ده، كان في مقال، كان في مقال وكان في جزئين. طيب دلوقتي عشان بس نعرف المشاهدين بالتنمر، يعني بسخر من زميل لي، سواء بقى بين الاطفال او كمان بين الكبار، او كمان بين اللي عايزه اقول لك ان بيحدث تنمر بين اولياء الامور، بين الامهات. ساعات مثلا عندي في جروب الواتساب، اي مثلا في جروب اللي احنا بنسميه جروب الماميز، تلاقيهم هم بيتنمروا على بعض. تخيلي وصل لفين. فتخيل لما ام تتنمر من ام التانيه، يبقى الاطفال الصغيرين اولادهم هيبقوا هيعملوا ايه كمان مع زمايلهم؟ هم لازم ياخدوا بالهم كويس جدا، جداً يا بابا جداً. وماما طبعاً. ان انت قدوه بالزبط. حتى الكلمه اللي انت بتقولها، طريقه تعاملك مع الاخرين، طريقه تعامل ولي الامر مع الطلبه اللي هم زمايل اصحاب ابنه او زمايله في الفصل. بالزبط. الولد بيقلد حتى أيوة لو في مشكله، طريقه الحل دي مهمه جدا، لان هو بيبص لك بيشوف انت بتعمل ايه. حقيقي. وبناء بالزبط. عليه هو بيقتبس منك بالظبط كل حاجه انت بتعملها. احنا دلوقتي هنطلع فاصل. أوكي. وهنرجع لكم تاني ومعانا ضيفه بعد الفقره، خليها مفاجاه بعد الفاصل، تابعونا. ورجعنا لكم تاني وبرنامجكم الاسبوعي فضفضه، ودخلنا ضيفه جديده للفقره الثانيه من برنامجنا، دكتوره هبه تراد. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. دكتوره هبه مدرب مونتسوري معتمد من الجامعه الكنديه والجامعه الامريكيه. اتفضلي عرفي. جامعه عين شمس. وجامعه عين شمس. جامعه عين شمس. اتفضلي عرفي نفسك.
أنا دكتورة هبة تراد، مدرب منصوري معتمد من جامعة عين شمس والبورد الكندي، الحمد لله أنا بدرب فيهم حاليا، ومدير لمدرسة عنان المنصوري. اهلا بيكي يا أهلا دكتوره هبه. بك. أهلا بك. خلينا نرجع لاخر بوينت كنا واقفين عندها، التنمر داخل المدرسه. يمكن دكتوره شريهان كانت أيوة. تفضلي كنا بنتكلم عن التنمر، لازم يبقى احنا لما نيجي ان احنا نحد من هذه الظاهره لازم بحاول ان انا اصلح من الشخص اللي انا تنمر عليا واللي تنمر عليه، لازم الاثنين. بس بصراحه انا عشان بتكلم بصراحه، احنا عملنا محاولات كتير بس احنا مش قادرين نسيطر عن الموضوع. كل فتره بيطلع ظاهره تنمر ونقول ونحلها، بعدين يرجع فتره تاني يرجع ظاهره التنمر، فلازم احنا كلنا نساعد بعض، يعني نحاول فعلا البرامج ثقافة، هي تتناول ثقافة. ثقافه مع الاسف. ثقافة يا دكتور شريهان، مع الاسف. ايه ازاي نطور من الثقافة دي بحيث ان ده ما يتكررش تاني؟ التوعية اللي هي للأب والأم هما بيربوا ولادهم. احنا المفروض نعرف أساسا هو التنمر بينشأ ازاي عند الطفل، ان هو يبقى متنمر أو متنمر عليه. الطفل المتنمر اللي هو بيتنمر على زملائه أساسه ايه؟ أساسه طفل مهزوز اتعرض هو نفسه لحتة التنمر ده أو التحرش، لأن التنمر هو إيذاء لفظي أو جسدي بيؤدي لسوء فعل، سوء سلوك، اللي هو ايه؟ ان هو بيحاول ينتقم في زمايله في ده. تمام. او زي ما دكتوره شريهان قالت ان هو بيكون في طفل مثلا عنده اعاقه او هو مختلف في لون البشره بتاعته او قصير او 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 مثلا نيو كامرز في مدرسه، ودي احنا بنلاحظها كتير جدا في المدارس دلوقتي، طفل رايح مدرسه لاول مره جديد داخل على مجموعه طلبه مش طايقينه. أيوة. نعمل ايه بقى؟ نكعبله، نشد شعره، ناخد شنطته، ده تنمر. نستناه في البلاي جراوند علشان نضايقه، ده تنمر. طيب الام تعمل ايه بقى؟ كمان لو مش شاطر، أيوة. هم مثلا متفوقين او هادي في الكلاس بتاعه، أيوة. من النوع اللي هو ما بيتكلمش بالظبط، تبقى مشكله. بنوته هاديه بتنمر عليها، لان التنمر طبعا للبنت وللولد. طب الام بقى والاب يعملوا ايه؟ والمدرس كمان هنا بيظهر الدور الاساسي للام اول ما طبعا الولد او الطالب يروح يحكي لمامي. طبعا بس بيبقى في دور قبلها. اولا انا بس في الفصل المدرس. لا هو بس في نقطه، هو انا عايزه اقول لك ان في حادثه لسه قريب في المدرسه، ان المدرس نفسه بيقول لاولاد يعني حفلوا بالمعنى اللي هو بقى الدارج دلوقتي، حفلوا على فلان اللي هو يعني اتريقوا على ده. ليه؟ لان هو هو الولد مضايقه في حاجه فجمع الاولاد كلها علشان خاطر يتريقوا على الولد ده. ده كان مدرس. فده ثقافه. الام بقى تعمل ايه في الموضوع ده؟ هي اولا لازم تبقى عارفه ان ابنها اللي حصل له التنمر هيدخل عليها بوش عين مكسوره مدمع مش قادر يتكلم، فهي لازم اول حاجه تحتويه وتبين له ان هي عايزه تسمعه ومتقبله اي حاجه هيقوله. تبتدي تتكلم معاه بالراحه، ايه اللي حصل؟ طب ما قالش الولد انا مستنياك تيجي تتكلم. اول ما يتكلم ويحكي لها تطمنه، تقول له لا انت مش كده، انت قوي، تدي له ثقه بنفسه. تبتدي تقول له تعمل ايه لو الولد او البنت اللي عملت التنمر معاكي تاني؟ اول حاجه تبص لها في عينيها، نبره صوتك. احنا بنعلم الولاد دلوقتي بنعملهم في تنميه المهارات، بنعمل معاهم كده. المتنمر علشان يقف عند حده، سواء صغير طفل او رجل كبير او امراه بتتنمر، زي ما دكتوره شريان تفضلت وقالت ان حتى الماميز دلوقتي بيتنمروا على بعض بالزبط. لازم نظره عين ثاقبه، صوت نبرته حاده، اقف بكل بنعلمهم كمان ازاي يقف يا شيماء، واقفه قويه كده، ويقول له انا مش اللي انت بتقول عليه ده، انا مش ضعيف. ولو الولد او البنت تعدت بحته بقى التنمر الجسدي اللي هي هتبتدي تضربها او تضربه، يقوم ماسك ايده، بنعلمه كده تمسك ايديه من هنا، تقول له مش هسمح لك او مش هسمح لك تاذيني. الخطوه اللي بعدها لو هو مثلا مجموعه ولاد، ما ممكن مجموعه ولاد يتنمروا على طالب واحد، يعمل ايه بقى؟ الطالب الواحد طبعا زي ما بنقول ايه، الكتره بتغلب ايه؟ الشجاعه. يعلي صوته ويقول من فضلك يا ميس او من فضلك يا ميس مثلا يا المدرسه بتاعته، تعالوا شوفوا الموقف ده، ويزعق. لازم نعلم ولادنا الجرأة، لان انا قلت لكم التنمر بداية التحرش، ان هما الاثنين المتنمر والمتحرش عندهم نفس الدوافع. واساسهم ايه؟ تربية غلط او ان هما اتعرضوا لموقف خاطئ. يعني المتحرش في بدايته هو حد حصل له تحرش وهو صغير. احنا بنعمل دلوقتي جلسات ونشوف المشاكل اللي بتجيلنا وبنفك العقد الموجودة دي، بنكتشف ان في العقل الباطن حاجات، عقد الكلاكيع دي من الطفولة، ممكن تبقى من سن 5 و7 و8 سنين. الطفل بيبقى عنده الذاكره بتاعته بعد ال3 سنين بتتكون، فبيفتكر. فالام والاب لازم يبقى عندهم الوعي ده، ما سيبش طفلي لوحده مهما كان في اي مكان، مش عند جارتي، عند صاحبتي، في النادي. اعلم الولاد والبنات ما يمشوش مثلا في التمرين، الامهات دلوقتي بتبقى مطمنه الولاد معاهم موبايل، يسيبوهم لغايه وقت متاخر بالليل في التمرين، يمشوا في حتت ضلمه، النوادي كبيره، ما ينفعش.
يمشوا جماعه. فانا بعلمهم طبعا السن الاكبر شويه ممكن يبقى معايا حاجه زي السلف ديفنس مثلا، معايا حاجات بسيطه جدا. احنا حتى بنقول للبنات مثلا دبوس بيرفيوم تعلموا ازاي تعمل. طبعا ده بنتكلم اللي هم اتعدوا بالفعل والاذى لمرحله التحرش، لان احنا بنقول التنمر بدايه التحرش، لان ده انسان عنده سوء سلوك حصل له نتيجه ايه، نقول تاني فعل خاطئ حصل معاه او انتقام. زمان كان عندنا في المدرسه كانت المديره بتاعتنا تقول لنا ايه، تقول لنا التفاحه البايظه بتبوظ صندوق التفاح. ليه؟ لان هي مش عايزاها تبقى كله كويس وهي الوحيده اللي بايظه. فنفس الكلام المتنمر او المتحرش هو شايف نفسه عامل سلوك خاطئ او بقى منبوس في المجتمع، ازاي انا كده وانتوا كلكم كويسين، اتعدوا بقى زيي، تعالوا ادوقوا زيي. تمام. فدي نقطة مهمة قوي، نقول تاني دي توعية للأم والأب وللمدرس والمدرسة، زي ما دكتورة هبة قالت المدرسة والمدرس لازم يعملوا نفس الكلام، يعلموا ولادهم. نعمل سيشن في أول المدرسة نتكلم أولا إن إحنا لازم نشيع أصلا روح المحبة بين الولاد وبعضهم. نقول لهم إحنا جايين المدرسة نعمل إيه، نحببهم في بعض. النيو كامرز نخلي بالنا، ده لازم وعي من الاداره بتاع المدرسه، تنبه على التيتشرز المدرسين، خلوا بالكم عندكم السنه دي مثلا في الكلاس بتاعكم في واحد واثنين وثلاثه جداد عليكم، حببوا الولاد ورحبوا بيهم. الاجانب للاسف شاطرين في الموضوع ده. معانا مداخله للاعلامي خالد غنيم بخصوص حاله تنمر كانت حصلت قريب يمكن على السوشيال ميديا كتير تناولوها، حاله روان. روان بنوته جميله في الصف الرابع في مدرسة، تم التعدي عليها من قبل ولي أمر في اللاين أو في الطابور. هنعرف تفاصيل أكتر من أستاذ خالد. تفضل. ألو. أهلا بحضرتك. أهلا بيك أستاذ خالد غنيم الإعلامي. خالد غنيم أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك كمان. هو طبعا للأسف اللي حصل مع روان تقدر تقولي كده فيلم عربي غريب على مجتمعنا. بداية المشكلة كان خلاف صغير بين روان وثلاثة أصحابها، يعني كانوا أربع أولاد اتهاركوا مع بعض، الحاجة الطبيعية اللي بتحصل بين الأولاد في المدارس يعني. مامة روان راحت المدرسة صالحت الأربع أولاد وجابت لهم حاجة حلوة وروحتهم، مفيش أي مشكلة. تاني يوم مامة شهد جات المدرسة أثناء الطابور الدراسي، اعتدت على البنت بالضرب في وجود مدير المدرسة ووقفة الأخصائية الاجتماعية، اشتركت كمان في الضرب. للاسف الشديد ان الاخصائيه او الاخصائيات النهارده بعد ما كان دورهم جوه المدارس حل مشكلات الطلبه بقى دورهم يعني نصره حد على حد. ناهيكي بقى عن الالفاظ اللي اتقالت للبنت، انت ابوكي بواب، انتوا ناس خدامين، دي بنت مهندس، المفروض ان انت من قبل ولية الامر ولا من قبل الاثنين، الاخصائيه الاجتماعيه وولية الامر. طبعا من الواضح ان ولي امر شهد والدها مهندس في البترول، فاكيد بيتبرعوا للمدرسه، ليهم خاطر، ليهم معامله خاصه، وده بيحصل كتير في مدارسنا للاسف الشديد. المشاركه المجتمعيه احيانا بتيجي ضد المصلحه العامه لما بيكون المشارك الاجتماعي ده عنده مرض نفسي زي اللي حصل من والد شهد. اسمح لي يا استاذ خالد بس، هي في على الشاشه دلوقتي صوره روان وده نتيجه اللي حصل لها طبعا، دي اول ما وصلت المستشفى. دي اول ما وصلت مستشفى ناريمان، يعني ده نتيجه طبعا التنمر والاضطهاد اللي حصل طبعاً من قبل من قبل الاخصائيه ووليه الامر، ان هي اتعدت عليها بالتنمر الايذاء النفسي اثناء الطابور المدرسه الصبح قدام زمايلها زي ما حضرتك قلت بالالفاظ، وكانت نتيجتها ان البنت انهارت بكاء. يعني وصلت البنت كانت نفسها طبعا طفله وهي نايمه، والدها لاحظ ان عينيها مفتحه وده مش طبيعي، فبيصحي البنت ده كانت فعلا نايمه، طب عينيها مفتحه، طب بقها معوج، طب ما بتتكلمش، اخذها جري بيها على مستشفى نريمان. الحمد لله انه عمل الاغراء ده بسرعه شديده، لان طبعا كان اصيبت بشلل مؤقت نتيجه لاصابه العصب السابع عندها. الحمد لله يعني العلاجات السريعه انقذتها شويه، بعد كده حولوها مستشفى الطلبه في سبورتنج. الحمد لله برضو ان احنا حاولنا كتير نرفع من روح البنت المعنويه، فالبنت حتى قالت انا ما كنتش زعلانه انهم قالوا لي انت بنت بواب، انا بابا بيشتغل في عمل شريف والحمد لله مش مزعلني، انا زعلني انهم ضربوني كلهم قدام اصحابي وانا ما عملتش حاجه. طبعا عايز اقول لك ان احنا كلنا عيوننا انهمرت بالبكاء نتيجه اللي حصل، طفله تتاثر التاثير الجامد دوت.
يمكن ساعتها كلمنا المسؤولين في التربيه والتعليم الاستاذ يوسف الديب مدير الوزاره والاستاذ سامي فضل مدير عام الاداره، وللامانه كان ليهم تدخل سريع جدا بوقف مدير المدرسه والاخصائيه الاجتماعيه، الى جانب طبعا تطوع احد المحامين رفع دعوه او عمل محضر بسرعه جدا في اسم المنتزه، وجاري ضبط واحضار والده شاهد اللي هربت بعد ما عرفت ان هي ضبط واحضار. ولكن انا بقول لحضرتك وبقول للمشاهدين ان حاله التنمر دي هتكون الاخيره في مدارس اسكندريه، لان احنا كلنا هنقف بالمرصاد لاي حد يعتدي على ابن او بنت من ولادنا داخل هذه المدارس. وعلى الجميع ان يعلم ان اسكندريه يعني ايد واحده ضد اي فساد اخلاقي. كلنا يا فندم كلنا ايد واحده، لان اي حاله زي كده بتحصل مش لازم نستنى لما النتيجه توصل زي روان، احنا لازم نواجه الاول بتغيير الثقافة، ولما يحصل فعلا وحصلت حالة فعليا بالشكل ده كان لازم يبقى فيه وقفة. ومن هنا بنشكر كل مسؤول تدخل لمعاقبة كل من كان مسؤول عن وصول روان للحالة دي. وشكرا جدا لحضرتك ودورك الإعلامي، لأن فعلا هو ده دور الإعلام، إن احنا نسلط الضوء على الحالات اللي فعلا محتاجة إن احنا نكون معاها. وكان في دور قوي جدا للسوشيال ميديا يمكن قبل الإعلام كمان، إن حالة روان وهاشتاج كلنا عايزين حق روان يرجع، بإن المسؤول عن إن روان توصل للحالة دي. طبعا روان طفلة طبيعية جدا وبتروح المدرسة في سنة رابعة ابتدائي، بتتعلم زي حقها في التعليم زيها زي أي طفل. مستواك الاجتماعي مش في ايدك، انت اتولدت لقيت نفسك كده، انت المهم ايه، فلازم تاخد حقها في التعليم كامل وحقها في الاحترام من المجتمع ومننا كامل. متشكره جدا يا استاذ خالد، متشكره جدا لمداخلتك ووقتك ونورتنا، ومتشكره جدا ليك. ونرجع تاني ودكتوره هبه تراد، ويمكن هنا دور المدرسه بيظهر. طبعا الدور السلبي للاخصائيه الاجتماعيه، وازاي وليه الامر تخش اصلا الجاردن او زي ما بنقول عليه فناء المدرسه طابور الصبح، ولو وصلت ازاي انت تسيبيها اصلا توجه كلام للبنت. بصي طبعا هي المشكله هنا في ليها اكتر من عنصر. اول حاجه الطبقيه اللي موجوده عند او في فكر او في وعي ولية الامر، والطبقيه اللي موجوده عند الاخصائيه نفسها، وان الاولاد اتعلموا ده. تمام، ولية الأمر هي داخلة في دماغها إن إزاي دي تضرب بنتي، حتى لو حصل فعلا روان ضربت بنتها، فالمفروض إن هم أطفال مع بعض وده بيتحل بطرق تانية خالص. لكن فكرة إن ماما داخلة علشان بتدور على حق بنتها بإيديها، فداخلة تدور مين أنتي أصلا عشان تضربي بنتي. طب لو هي بنت مهندس زيها، هل هي برضو من حقها تضرب بنتك؟ يعني هي انت مشكلتك ان هي ضربتها، ولا مشكلتك ان هي بنت بواب وضربتها؟ فهي العنصريه دي او الطبقيه دي في التفكير دي مشكله. المشكله الثانيه بقى ان الاخصائيه تعضد ده، طب انت فين دورك؟ ده كله بيساوي ان احنا مش بنبص لمشاعر بعض، ودي جزئيه مهمه جدا جدا في التربيه الايجابيه. المشاعر، ان الطفل نفسه احنا بنعلمه من وهو صغير انه يتعلم ايه المشاعر بتاعته، مش فكره انا زعلان وبس، او فكره انا غضبان وبس، او اللي هي المشاعر، لا، ده هو يعرف ان هو دلوقتي متوتر، ان هو دلوقتي حزين، ان هو دلوقتي متحمس، مش فكره ان انا فرحان. هيفرق معايا في ايه؟ ان مجرد ما الطفل يبدا يحس ان مشاعره اتغيرت، انا مثلا بدات اتوتر من الكلام ده، فيفهم بسرعه ان هو بيتنمر مثلا عليه، او هيبدا اللي بيكلمني بشكل تعالي يا حبيبتي تعالي يا حبيبتي. دي لو انا مشاعري كطفل مش مظبوطه، يبقى بفهم بسرعه ان في نوع من انواع التحرش هيبدا. فانا يعني بعلم الطفل من البدايه يعني ايه مشاعر. بندرب الاطفال على كده علشان ما يوصلش الموضوع لان هو يحصل موقف كبير. هو مجرد ما يبدا يحس ان مشاعره بدات تتغير وان الكلام بدا يمشي في اتجاه مش صح، هو بيبدا على طول يستغيث، او يبدا على طول ان هو يجري من الموقف، او ان هو ياخد اي اكشن احنا بندربه عليه. ففكره المشاعر كبدايه دي مهمه قوي، بندرب الطفل عليها. الوعي بقى بتاع اولياء الامور
ده مهم قوي. يعني مفترض ان المدارس بتعمل جلسات واجتماعات بدل ما احنا بنبقى كل جلسة واجتماع نتكلم ايه الفوكابلري اللي دخلت لاولادي، او ايه المناهج عاملين ايه، انتوا جبتوا مدرسين انجليزي الاكسنت بتاعتهم عاملة ازاي او كده، نعمل جزء توعية لولي الامر. ايوه بالظبط، جزء توعية الاتيكيت والتربية ان هو يبقى ازاي يتعامل، ودي هنا ده برضو جزء من اجزاء الاتيكيت في التربية. وانا بس ليه تعقيب بسيط فضل. جدا على الحادث، بس يعني هو برضو في اطار الاتيكيت. يعني احنا ما جينا درسنا الاتيكيت عامه في الكتب الكبيره اللي جايه بقى من فرنسا وسويسرا وبريطانيا، اكتشفنا في الاخر ان كل اللي فيه الخصائص والسلوكيات كلها مقتبسه اصلا من القران الكريم والسنه النبويه الشريفه كلها. كل الاداب السلوكيات العامه. تمام. طيب لما جينا بقى بعد كده ربنا سبحانه وتعالى لخص القران كله اللي هو فيه بقى اللي هو التعاليم اللي احنا بناخدها اللي احنا بنتعامل بيها للناس، اللي هي بقى ايه، في آية قرآنية صغيرة جدا بتقول إيه، إن في ذلك لذكرى، يعني كل القرآن ده لذكرى لمين، لمن له قلب، مش لمن له عقل، ولا لمن له بقى سلطة، ولا اللي قاعد في التجمع، ولا الناس اللي عندها نفوذ، ولا الناس اللي هم مستوى الاجتماعي الراقي، لا، لمن كان له قلب. لكن الحادث اللي حصل ده ناس ما عندهاش قلب، هو ده تعقيبي الوحيد اللي على الحادث. انت مع دكتوره هبه فعلا ان احنا نستغل اجتماع اولياء الامور ده ان يكون في زي توعيه في نقطه كمان مهمه جدا بيتعمل فعلا في المدارس، زي دورات تدريبيه للاولاد نفسها عن التنمر. انا عايزه اقول لك ان اللي بيدي بيبقى حد كبير قوي في السن، الاولاد نفسها بتضحك عليه على كلامه. لا، احنا المفروض ان احنا نوظف الشباب صغيرين في الجامعه، ندربهم على برنامج تدريبي ضد التنمر، وينزلوا يعملوا مواقف تمثيليه قدام الاولاد، يعني ايه تنمر، وانت لو في مكانه هتحصل ايه، او انت مشاعرك هتبقى ازاي، او انت هتحس بايه في الوقت ده. فهنبدا هنا نوعي الاولاد، لكن التوعيه اللي بتحصل من قبل ناس كبيره، دكاتره بقى كبار في السن او اساتذه كبار في السن، مع احترامي الكامل لعلمهم وللدرجه العاليه اللي هم فيها، لكن ما بيوصلش للطفل اللي هم بيقولوه. لا، انا المفروض اوصله بطريقه عمليه جدا للاولاد، علشان الاولاد فعلا تفهم اللي احنا عاوزينه. لكن هم الاولاد نفسهم بيعتبروا انه نوع من انواع القوه هو اني ابين الحاجات الكويسه اللي عندي والضعف اللي عند اللي قدامي. فهي دي هنا رقم 2 او بعد التربيه التعليم. وده نقطه اساسيه لبناء تنميه مستدامه يا دكتوره داليا. صحيح. ازاي اختار التعليم المناسب لابني؟ التعليم ده احنا اتفقنا بيبتدي من دور الام في المرحله الاولانيه في عمر الطفل، من هو بيبتدي ستارتنج من سنتين فيما فوق. المرحلة الأولانية دي الأم بالإدراك بتاعها والتدريب اللي احنا المفروض بنقول ان احنا محتاجين ننشر ثقافة التوعية للأم، ان هي تبقى تقدر تعرف هو انا طفلي محتاج ايه. في المرحلة العمرية الأولانية الطفل محتاج يشغل الحواس الخمسة بتاعته، لان احنا بنقول التعليم بالحواس هو افضل تعليم. طيب طفلي بقى الحواس الخمسة اللي هو ايه؟ اللمس، الإبصار، السمع. يعني الطفل بقى لما اقول له سمع وابصار والمس وشوف واعمل، يبقى انا محتاجه اعلمه فين؟ احلمه في اربع في جدران، ولا ابتدي اخرجه للطبيعه واعمل له محاكاه مع الطبيعه ويبتدي يتعلم بالطبيعه؟ كان قبل ما ندخل الحلقه كنت بتكلم مع دكتوره هبه في حته ان احنا الجيل بتاعنا كان عنده حظ وفير ان هو يتعلم مع الطبيعه. كنا بنروح نشوف الجناين، كان الناس اللي عندها اصول من الريف كانت بتقعد في الغيط وبتشوف الحيوانات وبتشوف الزهور وتشوف حتى الفرخه بتبيض ازاي والكلام ده كله. ده كان بيعمل ايه في الطفل؟ كان بيزود المعلومات بتاعته بصوره طبيعيه تلقائيه، بيفهم بالظبط كده، بيفتح مداركه. يعني الطفل لما يشوف مثلا الفرخه باضت البيضه وقعدت على البيضه، ويروح في المدرسه يلاقي في درس القراءه الدجاجه تركض على البيض، متخيله؟ بتخيل اللي بتخيل اللي حصل حقيقي، ربط تماما. فده اللي احنا بننادي بيه دلوقتي في طرق التعليم الحديثه، ان احنا نربط الطفل بالطبيعه وبالبيئه المحيطه بيه. الام طول ما هي قاعده مع طفلها تتكلم معاه، بتاكله، تتكلم معاه، تفاحه لونها احمر طعمها حلو. تخيلي انا شغلت كام حاسه مع الطفل في التفاحه، مسكت في المطبخ اديته شويه رز، رز ابيض خشن، اديته دقيق، دقيق ابيض ناعم، يبقى انا شغلت معاه كام حاجه. الكلام اللي انا بقوله ده كله بقى
اتجاه جديد اسمه الذكاءات المتعددة. في عالم اسمه جاردنر اكتشف ان الانسان كل واحد فينا مميز، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ان احنا كل واحد فينا له ميزة، ربنا ما خلقش الانسان عبث. فطب الميزة اللي عندنا دي ايه؟ هي ميزة بيسميها هو الذكاء. يعني ايه ذكاء؟ يعني انا عندي قدرة ان انا اعمل منتج جديد واعبر عنه واظهره للمجتمع اللي انا فيه، بيسميه الباي سايكولوجي. ده لما هو عمله في 1983 كان انبهار في الاوساط التعليمية والاوساط النفسية. الناس كلها كانت عارفة ان الذكاء احنا بالنسبة لنا مرتبط بايه؟ بالناس الجينيوس اللي بيعرفوا يحسبوا ويعرفوا يركبوا ويعرفوا يحللوا، هما دول اللي عندهم ذكاء، والاي كيو بقى والاختبارات الذكاء، وان احنا عن طريق المفردات واللي هو بقى الاختبارات بتاعت الذكاء. هو جه قال لنا لا، قال لنا الذكاء ما ينفعش احدده في حتة واحدة. طب يا جاردنر احنا هستفيد ده بايه؟ هستفيد ان انا اعرف كل طفل وكل انسان من هو صغير هو مميز في ايه، فاقدر اديله وسيله التعليم المناسبه ليه، اللي هي المهارات. المهارات كل طفل بتفرق مع التاني. فهو قال لنا احنا عندنا 8 ذكاءات وزود عليها بعد كده التسعة. في ذكاء اللي بيسميه اللغوي، يعني الطفل الرغاي اقول للام انت تفرحي بابنك، صح، ذكي ده، عنده قدره ان هو يستوعب كلمات ويعبر ويحكي، فده انت هتعلميه مهاره الحكي والسرد وبعد كده الكتابة، فده طفل تفرحي بيه لأنه في المستقبل هيبقى كاتب، هيبقى شاعر، هيبقى محامي شاطر. عندي ذكاء مثلا زي الذكاء المنطقي بتاع الماس، الماتيماتيكال لوجيكال مثلا، اللي هو بقى بتاع التحليل والتفكير والتنظيم والترتيب في مثلا ما يمسك تكست مثلا، ده ما يعرفش يحفظ زينا كده، ده لازم يقعد يقسمه الفقرات ويقعد يلون ويقعد يظبط كده، ما بيعرفش يحفظ، بيقعد يحلل طول ما هو قاعد. طيب ما هو ده زي مين؟ زي اينشتاين ونيوتن لما جم حللوا شخصيتهم. لان كده معانا تليفون بعد اذنك يا دكتور، اتفضل. الو الو الو، ايوه اتفضل. اهلا اهلا بحضرتك، معانا المهندس مصطفى بن منصف. اهلا بحضرتك. يا مساء بحضرتك يا فندم. طبعا انا ببارك للاستاذه شيماء على اول حلقات البرنامج، حلقه قويه. الله يبارك فيك يا باشمهندس. وانا من اشد المعجبين طبعا والمؤيدين للاستاذه شيماء ومتابعها بقالي فتره طويله، وبقيت فرحان بالنخبه الموجوده كلها. تمام حضرتك. اي واحد عنده اطفال بجد كان لازم يشوف الحلقه بتاعتكم دي النهارده من اولها، اتمنى تتعاد 1000 مره كمان ان شاء الله. ان شاء الله هيبقى فيه كمان هنتكلم عنها بالتفصيل اكتر، طرق التربيه والتعليم الحديثه. ومتشكره جدا لاتصال حضرتك ومتشكره لمتابعتك، منورنا يا باشمهندس مصطفى. في سؤال حضرتك؟ في اي سؤال حابب حضرتك توجهه؟ وان شاء الله تقدم النجاح لنجاح. في اي سؤال حضرتك حابب توجهه للضيوف اللي معانا؟ والله يا فندم بس انا كنت في عندي ملحوظه بسيطه كنت بحاول ان انا اعرفها. موضوع التنمر ده ليه بقى موجود كتير جدا في المدارس الانترناشونال وقل شويه في المدارس الحكوميه؟ تمام. يعني انا بحس ان المدارس الحكوميه فيها رقيب اكتر من المدارس اللي بيدفع فيها فلوس كتيره. صحيح. تمام تمام تمام. هل المدرس ليه دور قوي او الناس الاطفال بيخافوا منه؟ وان مدرس المدرسه الانترناشونال مفيش حته الهيبه موجوده. تمام. انا بجد مش لاقي اجابه عن السؤال ده، فياريت لو حد متابعنا وهنجاوب على حضرتك. اكيد اكيد اكيد. ايه رايك يا دكتور شريهان؟ كنت بصي، هو فعلا اثر نقطه مهمه جدا. هقول لك ليه، لان مدارس الانترناشونال بيبقى مستوى الاولياء الامور اصلا عالي، فبس ان هم طبعا بيبقوا مشغول طول الوقت، فكل حاجه بتكون متاحه لاولادهم، بالذات لو اي مبلغ عايزه خد يا حبيبي، عايز مثلا اجيب براند لبسي براند معين جيب، عايز مثلا لعبه تكون غاليه جدا وكسره وعايزها تاني زيها تاني يوم جيب، فكل حاجه عندهم بقت ماديات بس. فبالتالي لما بيجي مثلا هم بيبقوا زي ما بيقولوا عاملين شله مع بعض في المدرسه، وفي طفل تاني هو مستوى زيهم ولكن اهله مثلا فاضيين ليه شويه، فمش بيعاملوه بنفس يعني الرفاهيه الاوفر اللي هم بيعاملوا بيها اولادهم التانيين، علشان هم يعني مهتمين بالتربيه اكتر، فبالتالي ده بيبقى بالنسبه لهم اقل منهم، رغم ان هم ممكن يكون نفس المستوى، ولكن لو مثلا مش متوفر نفس
الماديات اللي هي البذخ قوي اللي هم معاهم، فبالتالي بيتنمروا عليه. او انت معاك تليفون ايفون 6 بلس مثلا، ده انا معايا الجديد اللي هو 8 و11 مثلا، انت ايه ده انت لابس براند مثلا فلاني، ده بقى خلاص ما بقاش حد بيلبسه، لا ده انا بلبس، فمش ينفع اقول ماركات دلوقتي على الهوا. عارفه بيتعاملوا في حاجات اصلا كلها حاجات عاليه، بس بس طبعا بمستويات وبمقدار معين. انت مشترك في النادي كذا، لا ده انا في النادي بتاعنا اللي هو اكبر من النادي بتاعك ولا احسن منه. فيبقى التنمر كله على ايه؟ على حته برضو اللي هي ايه الماديات. هو اتكلم كمان على الهيبه بتاعه المدرس، هل بالزبط. هي فعلا بتتاثر بكل ما عارفه ليه بقى؟ لان طبعا دلوقتي لما بيجي ابني يروح قدام والدته، ده في النهارده مثلا مدرس جه مثلا شويه بقى اللفظ مش عاجبني او رخم او غلس ما فهمش منه، تيجي الام تضحك، ده غلط جدا. ثقافه. انا ابني ما يجي يقول لي مثلا لا انا زهقت من ميزي كذا، اقول له عيب، اوعى، دي متعلمك لازم تحترمها ولازم تقدرها، دي الميز بتاعتك، حاجه مهمه. عارفه هي لو عملت كده قدامه مش هيعمل كده تاني. لكن لما يجي مثلا يقول للميس بتاعتي يا ماما عملت معايا كذا واحرجتني، وتيجي هي تاني يوم بنفسها في المدرسه تمسك الميس قدامه، صح، قدام وهو وزمايله، ومالكيش دعوه بابني وكذا كذا كذا. في اتصالات كتير وناس كتير عايزه تشارك، بس احنا عايزين نستفيد من النخبه اللي معانا بصراحه. الدكاتره معانا منورينا والناس فعلا مبسوطه بالحلقه. بس نرجع للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها قبل الاتصال ونوع التعليم. اختيار نوع التعليم احنا قلنا الام، ومن انواع التعليم المعتمده على المهارات المنتسوري. واحسن حد يعرف لنا المنتسوري دكتوره هبه. الاول عايزين نعرف الناس المنتسوري يعني ايه. بصي، هو طبعا اسمه منتسوري اصلا نسبه لماريا منتسوري، مواليد 1780 في ايطاليا. هي اول من وضع الاسس بتاعه المنتسوري. طيب، يعني علشان الوقت بتاع الحلقة، هي المراحل بتاعت عمرها يعني كبيرة، وازاي عملت الفصل بالشكل النهائي اللي هي عملته ده. لكن هنيجي بقى للنهاية خالص، نقول الشكل الحالي اللي خلاص تعرفنا عليه اللي هو بتاع فصل المنتسوري. فصل المنتسوري بيبقى متقسم أركان. كل ركن بيكلمني عن حاجة. ركن بيكلمني عن الحياة العملية، ركن بيكلمني عن الحياة الحسية أو تنمية الحواس، ركن بيكلمني عن اللغة، ركن بيكلمني عن الماث. محتاجين ننزل صور المنتسوري على الشاشة، هتنزل دلوقتي صور الكلاسات. ركن بيكلمني. فالفصل عبارة عن أركان. الطفل واقف في الفصل بيبقى هو اللي حر الاختيار. يعني انا في المدرسه العادي بتاعي اني بقعد كمدرس او مدرسه، بدخل قدامي 30 او 40 طفل، انا دلوقتي هشتغل حصه كذا. معانا صوره البنوته اهي، تقريبا دي سن سنتين ونص او ثلاثه. انا دلوقتي هشتغل حصه كذا، ده في الاكاديمي العادي. لا، احنا في المنتسوري مش كده، هو الفصل بيبقى قدامه كله، والطفل هو اللي بيتحرك يختار اللي هو عايزه. فمثلا دي الانشطه اللي هي بنحطها للاولاد على مجموعه ارفف بتبقى على جوانب الفصل. والاولاد بتاخد، ايوه بتاخد الـ 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 الانشطه دي من على الارفف وتبدا تشتغل بيها. طب الطفل هو اللي بيبقى مختار النشاط، طالما هو اللي مختاره هيكمله، لانه عنده حريه الاختيار. فانا هنا خرجت خالص من فكره ايه هو بيحبني كمدرس او لا خالص. يعني انا اديته فكره حريه الاختيار، هو اللي بيدور انا عايز اشتغل ماث، انا عايز اشتغل لانجويج، انا عايز اشتغل عربي، عايز اشتغل حساب، عايز اشتغل جغرافيا، عايز اشتغل تاريخ. كل انا اللي بتحرك وباخد الاداء وبشتغل يعني عليه. بيوجه هنا الطالب مش المدرس. الطالب هو الاساس. يعني هو بيساعده بالظبط. المدرس بقى لما يبدا يشوف الطفل اختار ده، بيبدا يوريه له ازاي يشتغل بيه كمراحل النشاط. وده السن كام يا دكتور؟ ده من 3 ل 6. ده طبعا من بره بيبداوا من 0 ل 3. ده فصل من زير اللي هو اول لسه مولود لحد 3 سنوات، ده فصل. وطبعا ده احد اسس المنتسوري ان الاعمار مختلطه. من 3 ل 6 ده فصل، ومن 6 ل 9 سنوات فصل، وعندك من 9 ل 12 و12 ل 18.
كل ده موجود. يعني ممكن الام تنفذ الحاجات دي في البيت؟ احنا في اثناء الكورس بتاع المونتسوري واحنا بندرب الامهات او بندرب المعلمات بنعلمهم ازاي يعملوا الادوات بحيث ان هي مش محتاجه تبقى معاها فلوس كتير جدا علشان تقدر تجيب الادوات دي وتشتغل عليها سواء في البيت او في مدرسه او في حضانه. لا هي تقدر تشتغل ده وتعمله لوحدها هي. وماريا مونتسوري نفسها اول ما بدات كانت بتبدا بحاجات هي عاملاها على ايديها، وكانت طبعا بدات مع الاطفال المعاقه الاول وبعدين هنا بيجي الدمج. بيجي طبعا الدمج في الاخر. بس خليني الاول اكلمك على الفصل نفسه. الفصل بيبقى زي ما قلت لك متعدد الاختيارات، والطفل بيختار هو من هنا او من هنا او من هنا. طيب الاعمار المختلطه دي هتفرق معايا في ايه؟ يعني من 3 ل 6 سنين ده يفرق معايا في ايه؟ طبعا انا طفل 3 سنوات ما بيكونش اللغة بتاعته متطورة قوي، يعني ما بيعرفش يتكلم بشكل كويس ويركب جملة كبيرة وطويلة. الطفل الست سنوات لا بيعرف. طيب فهنا الطفل الثلاث سنوات هيبدأ يكتسب لغة، هيبدأ يكتسب النظام كمان من الطفل الست سنوات، ان هو بياخد الحاجة ازاي وبيحطها ازاي ويبدأ يتعلم منه. حاجة كمان زي ما باشمهندسة داليا كانت بتقول، فكرة الأنماط، ان انا ممكن يبقى النمط بتاعي انا لغوي، فهطول الوقت هلاقيه رايح على السيشن او المكان بتاع اللغه. انا النمط بتاعي مثلا وليكن حسابي، فطول الوقت هبقى رايح عند او الذكاء بتاعي يعني حسابي، فطول الوقت هبقى رايح عند ركن الحساب، فباخد الاداه بتاعتها. فالمدرسه هنا تبدا تلاحظ دور المعلم. هنا اكتر حاجه هي فكره الملاحظه، هو الطفل بيعمل ايه، بيروح اكتر حاجه فين. بعد شويه بنبدا نوجه ولي الامر، ابنك عنده ذكاء حسابي، ان ابنك عنده ذكاء لغوي، ابنك عنده ذكاء في الجغرافيا وفي التاريخ، هو بيدور على الحاجات دي، فخد بالك ان ده الشطاره بتاعته، وده ممكن يبقى المجال اللي هيتخصص فيه بعد كده. تمام. فعندك دور المعلم والملاحظه بتاعته شيء في غايه من الاهميه في فصل المونتسوري. نيجي بقى لفكرة الدمج اللي حضرتك قلتي عليها. أنا هنا أقدر أحط طفل أبنورمال أو عنده ذكاء مختلف شوية عن الأطفال التانية، مثلا زي حالة الداون سيندروم، زي حالة الـ ADHD، زي الأوتيزم. اصلا الطفل كل واحد فيهم بيشتغل لوحده، مش لازم خالص نبقى بنشتغل مجموعات، هو كل طفل بيشتغل لوحده. فالطفل الداون هو موجود وبيشتغل لوحده على أساس قدراته، مش مضطر ابدا ان هو يبقى في نفس الليفل او في نفس المستوى حقيقة. بتاع الاطفال التانية. حقيقة دكتور الموضوع محتاج تفاصيل كتير قوي. طبعا الدكتور داليا، دكتور هبة، عندك الصفحة بتاعتك اللي الناس ممكن يتابعوا حضرتك عليها. طبعا. بس حابة اخد منك كلمة، اخر كلمة ممكن تقوليها بخصوص موضوع الحلقة، نصيحة للامهات ازاي تكتشف مهارات ابنها وتوجه. طيب. هو اهم حاجة بالنسبة للام ان هي تربط الطفل بيها، يبقى في علاقة. العلاقة دي أساسها حاجتين، الحب والاحترام، مش بس فكرة ان انا بدي بس. الحب والاحترام، الحب والتربية والتعليم. ونورتينا يا دكتور داليا، نورتينا دكتور شريهان، نورتينا دكتور هبة تراد. شيماء تسمحي لي بس في دقيقة بس هقول حاجة برضو، عشان حتة التعليم والتنمية المستدامة احنا محتاجين نقول ان دلوقتي العالم كله بيتجه لإيه؟ بيتجه ان هو يعلم الطفل او يعلم المراهق او يعلم الشاب مهارات حياتيه بجانب أكيد. التعليم اكيد في حاجه مسميها السوفت سكيلز والهارد سكيلز، كده هنتكلم عنها بتفاصيل اكتر. محتاجين بس حلقه ثانيه باذن الله. ان شاء الله تنورونا في حلقه ثانيه. متشكرين جدا لمشاهدينا، مشاهدين الصحه والجمال ومتابعين برنامج فضفضه، وممكن تتابعوا الحلقه كمان هتنزل ان شاء الله على صفحه البرنامج وصفحه والشانل بتاعه اليوتيوب بتاعه القناه. انتظرونا في حلقات جديده وان شاء الله مواضيعنا تنال اعجابكم.